جماعة أنا ماجي والنهاردة هنعمل بيج ماك. أنا بعشق البيج ماك من وانا صغيرة، بس أنا عارفة إن هو مش صحي خالص، فبقالي فترة بدور على بديل لي، واكتشفت إن إحنا ممكن نعمله في البيت بحاجات بسيطة جدا وبسرعة قوي قوي قوي، يعني في نص ساعة. هنعملها على 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة اللحمة، البرجر نفسها هنعملها في الفرن، بس أنا هوريكم طريقة نعملها عشان ما تكشش وتفضل جوسي كده وحلوة. والمرحلة الثانية الصوص اللي هو أهم حاجة في البيج ماك. والمرحلة الثالثة نحن نجمعها كلها على بعض ونعمل البرجر نفسها. المرحلة الأولى اللحمة، أنا معايا هنا 1/2 كيلو لحمة مفرومة، وطلبت من الجزار ان هو يشيل الدهون على قد ما يقدر. ليه بقى؟ ده عشان وانا بدخلها الفرن ما تكشش. هحط عليها ملح وفلفل وبودرة بصل، بس ملح فلفل وبودرة بصل. هقلبها شوية بالشوكة وبعدين هدخل بإيدي عشان اقعد ادعكها كويس، وبعدين لازم اللغوصة، لازم اوكي، عشان الملح والفلفل وبودرة البصل يتقسموا كويس، ما يكونش فيه حتة برجر فيها ملح وحتة ما فيهاش وكده. بعدين هجيب الصينية. احنا هنطبخ البرجرز دي في الفرن مش على البوتاجاز، اولا عشان البوتاجاز بيوسخ الدنيا بقى وفي طرطشة زيت وحاجات كده، في الفرن اسهل واسرع بكتير، هتخلص في اقل من ربع ساعه. هقسم اللحمه على 4، 1 2 3 4. ده هيعمل لي 2 برجرز، عشان احنا عارفين ان البيج ماك فيها حتتين لحمه، عشان كده برضو اللحمه بتاعتنا هتكون ارفع شويه، عشان كده برضو هتطبخ اسرع. اوكي، هبتدي ابططهم وبعدين هحاول اتاكد ان الحروف اتخن من النص، ده عشان لما تتطبخ العصاره ما تنزلش بره قوي، تفضل جوه في النص. وحاول اعملها كمان اكبر شويه من حجم العيش. انا عارفه انتوا بتفكروا في ايه، ان مدام اللحمة دي هتدخل الفرن هتنشف جدا وهتكون زي حتة الكاوتش، ده مش هيحصل، عشان في تريك كده صغيرة احنا هنعملها. اولا زي ما انتوا شايفين اللحمة الحروف اتخن من الحتة اللي في النص، صح؟ صبعي ده هعمل زي خرم كده في النص، زي الدونت كده بس مش كاملة يعني. وفي الخرم ده انا هحط حتة زبدة صغيرة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ عشان حتة الزبدة دي هتخليها جوسي قوي كده وتسيح وتخليها متنشفش في الفرن. So انا هاخد حتة صغيرة مش كبيرة خالص، حتة قد كده، وحطها في نص كل برجر. بس كده احنا دلوقتي هنحطه في الفرن على درجة 200 لمدة ربع ساعة. المرحلة الثانية الصوص، اهم حاجة في البيج ماك الصوص. كل الناس قاعدة بتسأل نفسها يا جماعة الصوص ده بيتعمل من ايه، وقعدوا سنين يطلعوا ريسيبيز وينزلوها على الانترنت، ده الطريقة ودي طريقة ومعرفش، وفي الاخر انا اكتشفت الطريقة فهقوله لكم دلوقتي. اول حاجة كوباية مايونيز، كوباية بحالها مايونيز. بصوا ما تتخضوش من الكمية، عشان احنا هنستعمل حبة صغيرين بس، والباقي ممكن تحطوه في برطمان، تحطوه على هوت دوغ بقى، اي حاجة تانية يعني. تاني حاجة خيار مخلل متقطع حتت صغيرة جدا جدا جدا، يعني حوالي ربع كوباية. وبعدين 2 كبار ماسترد، وبعدين 1 معلقة بودرة بصل، 1 معلقة بودرة ثوم،
نص معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، ومعلقة خل ابيض. بس كده نقلبهم على بعض. انا اوريدي شم ريحة البيج ماك، وده تقريبا برطمان صوص البيج ماك. البرجر خلصت والصوص خلص، واحنا دلوقتي هندخل في المرحلة الثالثة، ان احنا نعمل البرجر. اول حاجة هنعملها هنجيب قطعتين عيش كده، وهنحط الطبقة الاولى اللي هي السبيشال صوص. معلقة معلقة، ونفردها كده. اللي بيعشق البيج ماك زيي بيعرف ان مش بيتحط فيها ولا طماطم ولا باربيكيو صوص ولا اي حاجه من الحاجات دي. مكوناتها بسيطه جدا: سبيشال صوص، بصل، خس، مخلل، جبنه، واللحمه بس. سو هنبتدي في المرحله الثانيه اللي هي البصل. انا مقطعه رفيع قوي قوي كده عشان معظم الوقت احنا مش بنحس بالبصل في البيج ماك، فما ينفعش نقطعه كبير. بعدين الخس. حطينا خس. بعدين الجبنه. جبنه شرايح عاديه، لو عايزين تستعملوا تشيدر تمام، بس ده مش هيكون طعم البيج ماك. البيج ماك بتجيب طعمها من الجبنه الامريكيه اللي هي السلايس تشيز. واحده. بعدين اللحمه. بيرفكت. هي ما كشتش، اوكي، ولسه جوسي كده وفيها روح يعني. وبعدين عشان انا بحب قوي سبيشال صوص، نحط حبه صغيرين كده في كل واحده. وبعدين اهم حاجه المخلل. انا ما اشتريتش مخلل من بره، انا بحب اخلله في البيت. لو عاوزين حلقه مخصوص عن المخللات قولوا لي في الكومنت وانا هعملها لكم. وبرده البيج ماك بيكون يعني بيحطوا فيها اتنين مخللتين بس، انا هحط لكم كتير عشان بحب المخلل. دي الطبقه الاولى. الطبقه الثانيه هنعيد: صوص، بصل، خس، جبنة، لحمة. بيت مصوص. وبعدين المخلل. وبعدين بس كده. اراهنكم لو جبتوا بيج ماك من بره هيكون شكلها كده اطول مني. باي باي.